ما حكم إدخال الأشياء الغير مصرحة داخل الحرم كالعصيرات والمشروبات الأخرى؟ نعم. ما حكم إدخال الأشياء غير المصرح بها داخل الحرم كالعصيرات والمشروبات الأخرى والمأكولات المباحة؟ إذا لم يؤذن بدخولها فلا يجوز إدخالها، لأن هذا مخالف لطاعة ولي الأمر، وربما يكون فيه خلل في ما يتساقط منه في المسجد أو غير ذلك، لابد من أن يكون مأذونا به.